انا بس حابه انوه عن حاجه مهمه قوي. في ناس بعتولنا عندهم مشكله، في ام ضايعه، واحده ست ضايعه او تايهه بقالها فتره، فاهلها او بنتها بالتحديد بعتت لنا وعايزه الناس يعني اللي يعرف يلاقيها يعني يدلها عليها. فاحنا بعتنا لها كاميرا تصور معاها، تعالوا نشوف نركز قوي ايه مشكلتها، وهتشوفوا صورة الام دي وبعدين نرجع نكمل كلامنا. كلمات ملأى بالدموع والقهر تحمل في طياتها آلام أسرة بسيطة اختفت ابنتهم منذ ما يقرب من عامين. إيمان مصطفى تبلغ من العمر 45 عاماً، أصيبت في سن الشباب بمرض نفسي، اختفت ولم تعد إلى منزل أسرتها منذ فترة طويلة. هي كان عندها يعني بجلها علاج من حالة نفسية كده، بس كانت تاخد العلاج بتبقى كويسة، وكانت بتاخد علاج اللي هو ابو الصليبه والحاجات اللي زي كده. فكنت بروح اجيب لها العلاج ده من مستشفى العباسيه، او حد من اخواتها يروح يوديها وكده، وكانت تاخد العلاج وتنام بقى وكويسه مش هنا. بس كان يعني عندها يعني ضعف ذاكره كده شويه بس كده، وكانت واخده علاج، بتاخد علاج بقى بتاع 10 15 سنه يعني. هي ايمان تعتبر اختي من والدتي، هي مريضه نفسيا بقالها فتره كبيره، بس يعتبر يعني هي احن واحده في اخواتنا. ما اعرفش يعني هي جت كانت بتمشي وترجع وتروح وتيجي، وكان الناس هنا في المنطقه عارفينها، كانوا الناس هنا في المنطقه عارفينها، عارفين ايمان مثلا كده، حتى لما تطلع بره مثلا المكان ناس تروح تجيبها وتجيبها لنا. انما المره دي اللي الغيبه بتاعتها طولت خالص. مطالبنا ان لو حد مثلا تعرف على الصوره، حد عرف عنها اي حاجه، اي معلومات عنها، اي حاجه يعني، يا ريت يعني بجد يتصل بينا يقول لنا يعرفنا. لان بجد يعني انا حتى كمان من ساعه موضوع اختفاء ايمان دي ومشيت من عندنا ده الموضوع ده مأثر على والدتي جدا. كثرت الشكوك حول واقعة اختفاء ايمان، وبحثت عنها اسرتها في كل مكان، لكن حتى يومنا هذا لم تظهر ايمان ولم تسمع الاسره عنها اي خبر، ليترك اختفاء إيمان حزنا وأسى في قلوب أهلها، آملين عودتها مرة أخرى طارقة باب منزلهم. فعلا يا جماعة هي حاجة صعبة قوي ان حد يتوه منك، وخصوصا لو ان هو مريض فمش قادر يساعد نفسه. فياريت كلنا، كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي، يحاول حتى يصور صورة الست دي بالموبايل، واللي ملحقش يشوف التقرير الحلقة بتاعتنا هتتذاع السبت 6 الصبح، صوروها بالموبايل، خلوها على موبايلاتكم، اي حد يلاقيها في اي مكان في الشارع يبعت لنا يقول لنا، واحنا نوصلها ان شاء الله لاهلها. واي حد عنده مشكله زي كده احنا بنستقبل مشاكلكم، بنحاول نساعدكم على قد ما نقدر. اتواصلوا معانا وان شاء الله نحاول نساعدكم. طيب حاجه تانية مهمه قوي عايزه برضو ارد فيها على الناس، احنا كنا عرضنا قبل كده من فتره في حلقه من حلقات افهموا بقى فيديو لمجمع للناس اللي كان عندها مواهب، فمن بعدها ناس كتيرة قوي بتبعت لنا ان هي عندها مواهب. احنا ما بنطلعش نقول فلان عنده موهبة، لا، انت لو عندك موهبة وشايف نفسك موهوب في حاجة معينة، صور نفسك بالموبايل، صور موهبتك وانت بتعملها، خلي حد يصورك لمدة دقيقة وابعتها على صفحتنا على الفيسبوك، او على صفحتي انا الخاصة على الفيسبوك، وانا بجمع ده بعد كده ان شاء الله، وبنعمل فيديو ونوعدكم ان احنا المواهب اللي تستاهل هنعرضها برضو في حلقة جاية بإذن الله.